أهلا بكم. قالت مصادر صحفية إن أسعار النفط هبطت بعد اجتماع مجموعة أوبك، والذي بحث تعميق تخفيض الإمدادات ليركز بدلا من ذلك على تقليص الإنتاج العراق ونيجيريا إلى مستوى حصتيهما المتفق عليها. وبحسب البورصات العالمية، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا إلى 60 دولار و20 سنتا للبرميل الواحد، متجهة صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا إلى 55 دولارا و38 سنتا للبرميل الواحد. أطلق مصرف الرافدين قروضا تكميلية إضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين 5 و25 مليون دينار. وقال المصرف إنه تم صرف قروض الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من 4800 موظف من الذين سبق وإن حصلوا على قروض شخصية وقدموا على قرض ثاني إضافي وصرف لهم بواسطة الماستر كارد. وأوضح المصرف أنه صرف تلك القروض وتم عن طريق بصمة المقترض، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية لمنحه القرض. هدد مجلس محافظة البصرة باللجوء إلى المحاكم المختصة لاستحصال حقوق المحافظة من مخصصات البترودولار. وقال رئيس لجنة النفط والطاقة بمجلس المحافظة علي الفارس إن الحكومة في بغداد تتعامل على أساس العلاقات والمحاباة وظلمت البصرة كثيرا. وأضاف علي الفارس أن هناك أموالا من البترودولار بذمة الحكومة في بغداد لم تمنح إلى البصرة في وقت منحت أموالا لمحافظات أخرى، رغم أن كردستان العراق لم تسلم نفطها لبغداد كما تدعي، مشيرا إلى أن البصرة ستلجأ إلى المحاكم المختصة لأخذ حقوقها بالكامل بعد أن عجزت المخاطبات مع بغداد ولم تحصل عليها. ألقت القوات الأمنية القبض على موظف كبير بمديرية شرطة البصرة بتهمة الاختلاس. وقال المصدر الأمني أنه تم القبض على مديرة حسابات مديرية شرطة محافظة البصرة بتهمة اختلاس الأموال ومبالغ كبيرة من خزينة المديرية ومتحصلات من غرامات وجزاءات كان من المفترض توريدها إلى خزينة الدولة فتحصلت عليها بطرق احتيالية لنفسها. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على موظفين كبار في قطاع الأمن بالبصرة، وهو ما يؤكد حالة الانفلات وعدم الرقابة في الدوائر الأمنية بالمديرية. أعلنت الحكومة في كردستان العراق أنها خصصت نحو 34 مليار دينار لمشاريع الطرق في كردستان العراق. وقال المتحدث باسم الحكومة في كردستان جوتيار عادل إن حكومته خصصت 33 مليارا و876 مليون دينار لمشاريع الطرق لكل محافظات كردستان وإدارتي كرميان ورابرين. وأضاف جوتيار عادل أن هذه المخصصات محددة بمدة إنجاز لا تتجاوز الشهرين والنصف، وذلك قبل حلول موسم هطول الأمطار. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.